معكم تريم، معكم دي فلوغ في اول فيديو فلاشين ان شاء الله. مهم فيديو عبارة عن اسئلة واجوبة مع السي حمزة معروف بالرجولة. مهم احنا البارح واحد البوست في فيسبوك، ما تضحكش على السي حمزة، احنا واحد البوست في فيسبوك عبارة عن قلنا لكم سولونا وحنا نجاوبوا في لا فيديو. مهم بداو لا فيديو على بعض. مهم الخوت نبداو بالسؤال ديال حمزة. مهم السؤال الاول هو اشنا هي اصعب مرحلة في حياتك؟ مهم اخويا اصعب مرحلة في حياتي باقي ما وصلتش، داك الشيء اللي كنظن. مهم اول سؤال لحمزة هو شنا هو الشخص اللي كتحس به كيشجعك بزاف في حياتك على اي حاجة اختاريتيها؟ هو ماشي شخص، هما اشخاص، ماشي واحد ماشي جوج، ولكن بالاخص خويا الكبير. السؤال الثاني هو شكون انا بالنسبه لي؟ المهم انت بالنسبه ليا كنعتبرك اختي سيتو. اوكي المهم السؤال الثاني شنو هو الدور ديالك في هذا البلد السعيد؟ الدور ديالي في هذا البلد السعيد هو مجرد تلميذ. علاش تكذب انت دير امك راك؟ السؤال الثالث هو اشنا هي احلى واجمل واغلى حاجه بغيتيها في حياتك؟ اغلى واجمل حاجه بغيتها في حياتي هي الوالده ديالي. المهم السؤال الثالث ندوزو للسؤال، كون جاتك فرصه نكون شي حاجه في حياتك شنو تبغي نكون؟ فضل مين السؤال الرابع هو شنو هو الهدف ديالك من يوتيوب؟ المهم الخوت الهدف ديالي في يوتيوب نكون العائله تاعنا ديالي ونتعرف مع ناس اخرين جداد. المهم السؤال التالي علاش عمر مشاكل؟ نقول لك اخويا انا عمر مشاكل. السؤال الخامس شكون انت بالنسبه لراسك؟ وهذا السؤال انت الوحيد اللي فاهمه، اما باقي غادي يجي في شكل. المهم السي امين انا بالنسبه لراسي كنعتبر راسي ملحد. المهم هذا حكينا ضد السي امين، كنعتبر راسي صافي. نعم انها المخدرات. المهم السؤال التالي علاش انت في شكل؟ اخويا انا في شكل حيت كنبانك في شكل. السؤال السادس هو لاش باغي توصل من هنا لخمسة عام خمس سنين؟ المهم تحية لك زهرة من هذا المنبر. المهم من هنا لخمس سنين ان شاء الله شنقول لك نوصل، المهم نوصل لشي حاجة كتعجبني وكتعجب الوالدة ديالي بالاخص، تهلا في الوالدة ديالي ان شاء الله. المهم السؤال الثاني واش مازال مستمر في الراب؟ بيان سور غير ما كانش الوقت، داكشي علاش كنت عطلت من جديد. المهم السؤال الثاني واش كتفكر تخوي البلاد؟ الحلم ديالي هو نخوي البلاد حيت المغرب راكم عارفين بلا ما نبقى ندوي المغرب راه بلا ما تسنى منه شي حاجه. السؤال الثامن احسن حاجه وقعت لك واكثر حاجه ندمتي عليها سيدي؟ احسن حاجه وقعت لي هي تعرفت على ناس جداد بحال حمزه وحسن، و شي حاجه ندمت عليها لحد الان داك الشيء درتو كامل وما ندمتش عليه صافي. شكون شجعك على الراب؟ عم نعاودها ثالث مره خويا الكبير. السؤال التاسع الا جاتك الفرصه دير فيديو مع شي يوتيوبر شكون تختار؟ والله ماشي شنتي ما وراعتي واه والله ما سوا طاح الله واش عيا كاين يوم الدين او المهم نختار الضل ولا ما يضيع كلشي على الجيم ديديكاس. المهم السؤال التالي الحلم ديالك وشنو هي اكثر حاجه نمشي عليها؟ الحلم ديالي هو نكون دو بيست رابور دو بيست رابور ان وورلد، ماشي غير في المغرب حيت المغرب راكم عارفين خويا بلا بلا. والحاجه اللي ندمت عليها لحد الان ما كاينش شي حاجه ندير عليها. السؤال العاشر واش عمر شي حد عزيز عليك ظلمك؟ المهم
ومشي حد الدرزيز يعني يوكم حد الآن ما كاينش. المهم السؤال التالي، شنو هي النظرة ديالك على الحب؟ النظرة ديالي على الحب، كاين حب الوالدين، كاين حب المرأة، كاين حب العشران، والحب راه مختصات المغرب، راه ما تسناش شي بنت تبغيك ولا تبغيها ولا اشوف لك شي بلاد اخرى. السؤال الحادي عشر، واش كتفكر تخوي البلاد؟ المهم ان شاء الله نخوي العام الجاي ان شاء الله، الا ما كانش العام الجاي العام الاخر. المهم شكون احسن رابور عندك وشي ديديكاس؟ بالنسبه لي احسن رابور في المغرب هو مستر كريزي. بالنسبه لي المهم انت بالنسبه لي راك من الفاميلا اصلا، شاك تعتبر كلاشاس صافي. المهم السؤال التالي، علاش اخويا انت الدرافات؟ خويا غير كان بان لكم الدرافات معنا راه السؤال التالي هو شنو هي النظر ديالك للناس؟ المهم النظره ديالي على الناس هي ان كل واحد كيفاش كنعاملو على كيفاش كيعاملني صافي. المهم السؤال التالي، خويا الرجولة شنو بغيتي تربي معاه في حياتك؟ كرايزيس سبعة شنو اللي هو الفدا تيفلو ديجا قلت لك بلا حسن رابور ميستر كرايزي هو اللي بغيت نربي معاه في صعيد انا في المستقبل. السؤال التالي هو قولينا بروجي او العمل اللي بغيتو تحققو من هاد لاشين. المهم العمل اللي بغيت نحقو في هاد لاشين راه قلتو في السؤال السابق، اللي هو باغي نكون عائلة وندير ناس جداد إن شاء الله. المهم السؤال التالي، منين جاتك الفكرة ديال الراب؟ لي بون كونتينياسيون. ملي كنت صغير كنت مزك الراب، كان كيمسكوني الرابا بيك مسلم هادوك لي كاين الرابا القدام، و من بعد لقيت راسي كنكتب، لقيت راسي كنغني، صافي مشيت للستوديو ورابي مشيت تاني دابا. السؤال التالي هو اغلى شيء اخذه منك الزمن. المهم شنقول لكم الخوت، اغلى شيء اخذه منك الزمن هو جدي العزيز الله يرحمه مسكين دايما. هو شنو اللي خلاك دير لاشين في يوتيوب وشنو هو الهدف ديالك من لي فيديو لي بوست اللي قتلوه؟ اللي خلاني ندير لاشين في يوتيوب هو حيت انني كندير فيديوهات تاع الراب خصني في اللوحه، والهدف هو برضه الوالدين انني باغي نوصل للحلم ديالي وباغي نحققه وهو انني نكون افضل رابور. السؤال التالي هو شنو هي الحاجه اللي كتخليك متشبث بالحياه؟ الحاجه اللي كتخليني متشبث بالحياه هي الوالدين. المهم السؤال التالي اللي هو شنو هو افضل حاجه في حياتك؟ افضل حاجه في حياتي هي الحنانة. هنا كملت لا فيديو ديالنا، وما تنساوش ديروا سبسكرايب والجيم وشي كومونتير، بينوا لينا كي جاكم الفيديو حيت هذا هو الفيديو وشجعونا، ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو عندي في الانستغرام ديالي هو فوق هاد الدراس صافي. وما تنساوش انا عطاو لاشين ديالي في الديسكريبشن، دخلوها في 4 ابوني باش نوصل على 600 ابوني.